أهلا بحضراتكم وأولى حواراتنا في من القاهرة. الحقيقة أن الدعم الأمريكي هو دعم مستمر لإسرائيل على مدار التاريخ، مصالح سياسية، مصالح اقتصادية واستراتيجية ما بين الطرفين، وتستمر الولايات المتحدة الأمريكية في مساندة حليفتها على الرغم من جرائم الإبادة الجماعية والعنف ضد المدنيين في غزة. حول هذا الحوار نلتقي في استوديو من القاهرة مع الدكتور ميلاد ممتاز المتخصص في الشؤون الدولية. دكتور ميلاد، مساء الخير. أهلا وسهلا. بداية نشوف مع حضرتك هذا التقرير، نتابعه ونعود للقائنا. مع اقتراب الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة من دخول شهرها التاسع، لا تزال الولايات المتحدة الفاعل المؤثر الأول في مسار الحرب بعد طرفيها الرئيسيين إسرائيل وفصائل المقاومة الفلسطينية. وقد أسهم الدعم الأمريكي الهائل لإسرائيل منذ بدء العدوان على غزة في التأثير بشكل قوي ومباشر على صانع القرار في تل أبيب حيال مجريات الحرب والعمليات العسكرية في قطاع غزة. قدمت الولايات المتحدة مساعدات كبيرة شملت أسلحة وذخيرة وتحريك أسطول بحري في مياه المنطقة، كما امتد الدعم ليشمل الجانب الدبلوماسي في المحافل الدولية لتأمين استمرار الغطاء السياسي للحرب على قطاع غزة. ومع إصرار إسرائيل على اجتياح رفح الفلسطينية، أقدم بايدن على خطوة تعليق إرسال شحنة القذائف الثقيلة التي يصل وزن بعضها إلى 1000 كيلوغرام تقريبا. وكان بايدن يأمل أن يؤدي ذلك القرار إلى الضغط على إسرائيل لتغيير مواقفها، وأن يؤدي كذلك إلى إرضاء الغاضبين في قاعدته الانتخابية. وتأرجحت سياسة بايدن بين الثوابت التقليدية في دعم إسرائيل وبين محاولة الضغط عليها من أجل استعادة دور الحليف الأكبر القادر على حث إسرائيل على تغيير بعض القرارات والاتجاهات. ولم يعاقب بايدن إسرائيل، بل عبر عن موقف يرمي للضغط على نتنياهو، ثم عاد إلى مسار الدعم التسليحي لإسرائيل آملا أن تكون رسالته قد وصلت وأثرت على أزمة يتمنى بايدن أن تزول هي وآثارها قريبا، خصوصا مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأمريكية. المزيد من المتابعة حول هذا الموضوع ينضم إلي في الاستوديو دكتور ميلاد ممتاز المتخصص في الشؤون الدولية. أهلا بحضرتك مرة تانية دكتور ميلاد. أنا. بداية، الدعم الأمريكي المستمر هو ليس حديث التاريخ ولكنه منذ سنوات عديدة. لماذا تصر الولايات المتحدة الأمريكية على كل هذا الدعم على الرغم من ردود فعل العالمية الغاضبة تجاه ما يحدث في غزة؟ أولا الوضع زي ما حضرتك أشرت إليه أن الوضع تاريخي وممتد لعقود طويلة. العلاقات بين الولايات المتحدة الأمريكية وبين إسرائيل علاقات وثيقة جدا وتمتد في اتجاهات متشعبة. من ضمن أهم هذه الاتجاهات أو الروابط اللي بتربط تل أبيب والعاصمة الأمريكية واشنطن هي الروابط الأيديولوجية. أشير لموضوع الروابط الأيديولوجية أن في روابط مختلفة في ثقافية ودينية تربط هاتين الدولتين بأشكال مختلفة. في روابط اقتصادية قوية للغاية بين الدولتين. إذا جئنا للروابط السياسية، وأعتقد دي من أهم المناطق المفروض إلقاء الضوء عليها، فالولايات المتحدة ذكرت أكثر من مرة أن وجود إسرائيل أساسي جدا لخدمة الأهداف الأمريكية في الشرق الأوسط. إذن فإسرائيل تعتبر بشكل أو آخر أداة من أدوات السياسة الخارجية الأمريكية في منطقة الشرق الأوسط، وممكن نقول انها ليست فقط اداه لتنفيذ السياسه الخارجيه للولايات المتحده في المنطقه، لكن ممكن كمان تتسع لتخدم اهداف السياسه الخارجيه الامريكيه في مناطق اخرى من العالم، لان في كثير من المناطق الرماديه في العلاقه السياسيه بين الولايات المتحده الامريكيه وبين اسرائيل. اذن بمعنى اخر اسرائيل بتعتبر مخلب قط بالنسبه للولايات المتحده الامريكيه في مجال السياسه الامريكيه. طيب، يعني تصريحات بايدن بين الحين والآخر، مرة يطلب من إسرائيل أن تكون العمليات أقل حدة في غزة، ومرة أخرى يعارض ما تقوله أو تصدره الجمعية الدولية من قرارات. يعني بماذا تفسر؟ هل هذا لكسب الوقت فقط قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية؟ أنا مش متفق مع وجهة النظر اللي بتقول الولايات المتحدة الأمريكية عندها سكيزوفرينيا أو مرض نفسي اللي هو الفصام. لا أعتقد ذلك. ما يريد أن يفعله الرئيس الأمريكي ببساطة هو محاولة لتردية الرأي العام العالمي بسبب الضغوط المتزايدة اللي بتمارس على الولايات المتحدة الأمريكية. إذن
يعني ببعض الأفعال التي لا أعتقد بشكل شخصي أنها قيمة أو عميقة أو ذات تأثير كبير، مثل مثلا موضوع القنابل ومنع بعض شحنات القنابل التي تذهب إلى تل أبيب. أعتقد هذا الموضوع من وجهة نظر الشخصية موضوع رمزي، لأن في نفس التوقيت الولايات المتحدة الأمريكية بترسل بعض من أكثر الأسلحة تقدما في العالم لإسرائيل. إذن يد تمنع بعض الشيء لمحاولة التغطية على الفشل الأمريكي في التعامل مع الوضع على المستوى العالمي، لأن الولايات المتحدة الأمريكية تتعرض لإحراج عالمي غير عادي في السبع شهور الماضية. طب هل الولايات المتحدة تريد استمرار هذه الحرب أم أنها في موقف يعني لا تحسد عليه بعد تورط إسرائيل في هذه الحرب مع حماس؟ إسرائيل بتعرض الولايات المتحدة الأمريكية لوضع أكثر صعوبة يوما بعد يوم، لأن الولايات المتحدة الأمريكية في دعمها المستمر لإسرائيل تخسر الكثير من قيادتها للعالم. الولايات المتحدة الأمريكية قبل 7 أكتوبر كان لها وضع مختلف على الصعيد العالمي أو على المسرح السياسي العالمي، وبعد 7 شهور ونصف من بداية هذه الحرب أعتقد الرصيد للولايات المتحدة الأمريكية في القيادة العالمية أصبح يتضاءل بشكل واضح. في حالة من حالات فقدان الثقة في الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي، ودي نقطة لابد أعتقد من التوقف قدامها لفترة طويلة. طيب يعني أصبح الدعم الدولي واضح، يمكن منذ فترة كان مجرد تصريحات وكانت لا نعلم من يتعاطف مع القضية ومن لا يتعاطف معها. الآن إسبانيا والنرويج وأيرلندا الاعتراف بالدولة الفلسطينية، هناك دولتان سبقتهم في الاعتراف بالدولة الفلسطينية، يعني هل هذا من الممكن أن يكون ضغطا آخر على إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية في وقف إطلاق النار في غزة؟ دعني أشير لنقطة مهمة، وأن أوروبا كانت بتعتبر رأس الحرب رقم 2 بعد الولايات المتحدة الأمريكية في تأييد الكيان المحتل. فإذا عندما نرى بعض الدول الأوروبية تدريجيا أنها تذهب في اتجاه تأييد الحل بتاع الدولتين والاعتراف بدولة فلسطين، أعتقد هناك تغير ملحوظ في السياسة الخارجية للدول الاتحاد الأوروبي، وهذا يضع الولايات المتحدة نفسها في موقف حرج جدا. إسرائيل اليوم بدأت أنها تتصرف بعض التصرفات كردود أفعال لمسألة اعتراف هذه الدول الثلاثة بالدولة الفلسطينية. دعيني أشير بشكل سريع لأحد الوزراء المتطرفين في حكومة الحرب الإسرائيلية وهو السيد سموتريتش، عندما أشار إلى أو قدم خطة لمعاقبة هذه الدول، بدأ يضع خطط لمعاقبة الدول. من ضمن أبرز بنود هذه العقوبات، تخيل حضرتك، بيقول له كل دولة تعترف بفلسطين ستبنى في مقابلها مستوطنة كبيرة. إذن كل دولة سوف يعاقب الفلسطينيين، إذن عملية الاعتراف بالدولة الفلسطينية ستأتي على الفلسطينيين. اعترفوا بفلسطين وسيعاقب الفلسطينيين أكثر وأكثر. يمكن نلاحظ دائما عندما تؤخذ خطوة عالمية ضد إسرائيل تنتهج إسرائيل سياسة العنف الأكثر أكثر يعني الأقصى درجات. يمكن تصريحات بن جفير اليوم أيضا أنه لا نهتم بهذا الاعتراف أو أنه فشل سياسي لهذه الدول، يعني صرح تصريحات عنيفة ضد هذه الدول وأكد أنه سيكون هناك عملية كبيرة في رفح، بالإضافة أيضا إلى الحصول إلى أو السيطرة على المسجد الأقصى باعتبار أنه مهمة أو يعني يمثل له أهمية خاصة. يعني تصريحات دايما عنيفة ومتشددة في ظل وجود دعم دولي للقضية الفلسطينية، يعني بماذا تفسر هذه التصرفات؟ أولا دعيني أذكر هذا الوزير المتطرف بن جفير، من ضمن الأشياء اللي ذكرها في تصريحاته ردا على اعتراف هذه الدول الثلاثة، قال ان لابد من استيطان غزة. ده واحد من الحلول اللي بيراها هذا الوزير المتطرف. اذا عملية غزة او احد النتائج الرئيسية للعملية العسكرية التي تحدث الان في غزة هو ازاحة الفلسطينيين من غزة، وبرضه هو الذي طرح من بضعة اشهر التعبير البغيض جدا هو النزوح الطوعي للفلسطينيين. ولا ادري ما معنى يعني النزوح الطوعي، هي لا تعني اي شيء اخر الا اذا حكم ايوه التهجير القسري، لكن وضعها بهذه العباره الانيقه كما يبدو ان هو يريد ان يعني يخدع العالم كما تفعل اسرائيل لمده 76 سنه الماضيه في عمليه الخداع. انا اعتقد ان اسرائيل تفشل حاليا فشل ذريع في
في عملية خداع العالم. طيب هل فشل إسرائيل، يمكن حضرتك ذكرت التهجير القسري، رفض مصر للتهجير القسري للفلسطينيين حتى لا يتم تصفية القضية، هذا ما أعلنته موقف مصر من البداية. الآن تصدر إسرائيل شائعات هي بين الوقت والآخر، ليست هي أول شائعة، بأن بما يخص المساعدات وما يخص الهدنة وغيرها، لماذا تصر إسرائيل على الدفع بهذه الشائعات والافتراءات على الرغم من أن الحقائق معروفة بالنسبة للإعلام المرئي والمسموع والصحافة الإلكترونية وغيرها؟ دعني أوضح حقيقة هامة في تاريخ دولة الاحتلال، لا يوجد بالنسبة لهم شيء يسمى حقائق، هم يعني اللي بيصنعوا الحقائق اللي بتستجيب للأهداف بتاعتهم. فهرجع للنقطة اللي حضرتك أشرت إليها، موضوع المعابر والمساعدات ودور مصر الذي تلعبه. إسرائيل بتطلق ما يطلق عليه في علم السياسة بالونات اختبار. من فترة لأخرى تريد إسرائيل أنها تختبر مصر، ولا أدري يعني الأهداف الحقيقية وراء الموضوع. اختبار مصر ليس بالشيء الجيد على الإطلاق، ورأينا رد فعل، أنا بعتبره رد فعل قوي لمصر منذ أيام قليلة عندما انضمت إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا على دولة الاحتلال في محكمة العدل الدولية. أعتقد إسرائيل كانت بتراهن رهان خاطئ تماما أن مصر لن تفعل شيء، وبدأت ترى مصر في الأيام الماضية أنها مصر بدأت أنها تقوم بردود أفعال، وأعتقد أن الدولة المصرية تمتلك كثير من الأوراق التي تستطيع انها تفعلها او تقوم بها. زي ما حضرتك بتقولي ان النهارده التصريح اللي قام به السيد ضياء رشوان اعتقد كان تصريح قوي وواضح وصريح. يمكن مصر تفعل دكتور ميلاد، يعني مصر فعلت، مصر لم تقل فقط تصريحات كما يحدث في اسرائيل، تصريحات والمواقف مختلفه على الارض. تصريحات مصر كانت حقيقية، يمكن مساعدات من خلال فتح معبر رفح لإدخال المساعدات، مطار العريش لاستقبال المساعدات من كافة الدول، أيضا عمل يعني مخيمات لعدد من الفلسطينيين في خان يونس. يعني قامت مصر من منذ البداية بدعم القضية الفلسطينية وهي حقائق موثقة، ولكن يمكن فشل إسرائيل في التخطيط العسكري والسياسي وعدم قدرتها على الوصول للحظة النصر التي تزعمها، يكون هذا سبب في ما تقوم بإسرائيل من تخبط على المستوى السياسي؟ أعتقد الذي يلخص اللي حضرتك قلتيه دلوقتي هو الوصول لمرحلة عدم الاتزان. إسرائيل بتمر حاليا بمرحلة من عدم الاتزان السياسي والعسكري. إسرائيل كل أهدافها التي كانت ترغب فيها، وأعتقد الموضوع ده ذكر مرارا وتكرارا، إسرائيل فشلت في تحقيق كل الأهداف التي صحيح. تم الإعلان عنها في اليوم الأول. هم يريدوا فقط أن تحديدا شخص محدد وهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يريد مكسب شخصي فقط تماما. إذن فالذي يحدث الآن في قطاع غزة هو عملية انتقام وحشية ضد شعب يعني مدني، وتمام في التقرير الذي سبق الحوار بنشوف أعداد ضخمة من الأبرياء الذي يسقطوا بشكل يومي. إذن ماذا تفعل إسرائيل؟ إسرائيل لا تفعل شيء. ماذا كسبت إسرائيل حتى الآن منذ 7 أكتوبر؟ أعتقد اعتقادي الشخصي أن إسرائيل كانت بتراهن على أن العملية التي بدأت في 7 أكتوبر ستكسبها مزيد من التعاطف الدولي، والعكس هو الذي حدث تماما. طيب أيضا يعني عدم صياغة إسرائيل للقرارات الدولية بشكل عام، القانون الدولي، محكمة العدل الدولية، الدعوة التي قدمتها جنوب أفريقيا وغيرها وانضمت إليها مصر أيضا، قرار الجنائية الدولية بالتوقيف وغيرها، لماذا يعني تضرب بكل هذه القرارات عرض الحائط؟ هل هي فعلا قرارات غير مؤثرة في وجودها العالمي أو في تحقيق من الممكن أن تسبب عزلة عالمية لإسرائيل مع باقي دول العالم؟ دعيني نسأل سؤال مباشر وواضح وصريح، متى انصاعت إسرائيل للقرارات العالمية؟ طب لماذا لم يتم معاقبتها دكتور ميلاد؟ هو ده السؤال الأساسي. دولة أنا بعتبرها من وجهة نظر يعني السياسية، موضوع روسيا وأوكرانيا الموضوع اختلف حتى في الجنائية الدولية، لماذا هنا نقف عند هذه لأن الموضوع؟ هناك داعم رئيسي لإسرائيل يتيح لها الفرصة الكاملة للتصرف كما تشاء، للأسف شديد جدا، وهذا اللعب الرئيسي هو الولايات المتحدة الأمريكية. إذن الولايات المتحدة الأمريكية تساعد دولة من الدول على عدم الانصياع للقرارات الدولية. دعيني أضرب مثال لحضرتك أشرت إليه، موضوع أوكرانيا ومحكمة جنائية الدولية، الغرب والولايات المتحدة الأمريكية تحديدا قدمت الشكر العميق لمحكمة الجنائية الدولية عندما أصدرت أمر التوقيف في حق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.
لكن من بضعة أيام وتحديدا يوم الاثنين الماضي عندما قال السيد كريم خان أنه في صدد أو قدم طلبا بأمر توقيف في حق رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير الدفاع، قامت الدنيا في الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية من يوم الاثنين حتى اليوم حتى هذه اللحظة ردود الأفعال غاضبة وغير عقلانية على الإطلاق. اليوم كانوا يتحدثوا في الكونغرس عن بداية لتجهيز عقوبات شاملة على القضاة في محكمة الجنائية الدولية. وهل يجوز ذلك قانونا؟ من الناحية النظرية معاقبة قضاة تم تعيينهم بشكل مستقل دوليا بشكل مستقل والقاضي يعني استقلالية في الرأي، هل من الممكن إجراء يعني هذا أو نفاذ هذا الإجراء؟ بشكل نظري أو الضغط عليهم حتى؟ بقول لحضرتك بشكل نظري ممكن. شكل الضغط هيكون ازاي؟ شكل الضغط تمام، على سبيل المثال كما ذكر سابقا سوف نمنعكم من دخول الولايات المتحدة الأمريكية، سوف نوقع يعني عقوبات بشكل ما مالي أو اقتصادي على هؤلاء الأشخاص. إذن هم يتعاملوا مع هؤلاء الأشخاص أو القضاء أنه خصم أمام خصم وليس قضية دولية أو عالمية. لا 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 تماما، هم لا يتعاملوا كأنها قضية وقضية تطرح وقضية قبل النقاش والأخذ والرد، هم يتعاملوا معهم كخصوم زي ما يعني. إذن سيظل ميزان القانون مختل. هو بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يوجد ميزان على مستوى العالم. طب إذا حصلت فلسطين على عضوية بالأمم المتحدة؟ اللي تحصل إسرائيل على عضوية في الأمم المتحدة على فلسطين في الأمم المتحدة لابد من دخول هذا الموضوع برمته إلى مجلس الأمن. وللأسف شديد الوضع أصبح واضحا أن هناك خلل واضح في منظومة الأمم المتحدة للأسف، لأن على جانب الجمعية العامة تقوم بدورها بشكل واضح، لكن في من جهة مجلس الأمن، مجلس الأمن بدل الوظيفة الأساسية لمجلس الأمن في الأمم المتحدة هو البحث عن حلول بشكل سريع في القضايا الدولية، لكن للأسف شديد مجلس الأمن تحول إلى كونه عبء على الأمم المتحدة وليس داعم رئيسي. فإذا يعني هناك حاجة إلى تغيير القانون القائم عليه المنظومة نفسه أو المنظومة للأسف القائم شديد على مجلس الأمن. للأسف شديد جدا الأمم المتحدة أصبحت غير فاعلة بسبب مجلس الأمن الدولي وما لا يقوم به مجلس الأمن. طيب كان هناك دعوة من مؤتمر المنامة اللي شهدناه يعني منذ أيام قليلة بأن يكون هناك مؤتمر دولي للسلام. هل مؤتمر دولي للسلام إذا انعقد بالشكل المباشر يعني والمحايد وأتت إليه كل معظم الدول، هل من الممكن أن يكون له صدى أو رد فعل جديد على مستوى القضية؟ أعتقد الضغوط اللي بتمارس عالميا حاليا على دولة الاحتلال وعلى الولايات المتحدة الأمريكية قد يمكن أن تأتي بثمارها، لكن لابد ألا نتوقع أن تأتي بثمارها في يعني المستقبل القريب. أعتقد الأمور محتاجة إلى بدء يعني من الوقت أو بدء حتى سنوات، لكن مثلا الأهداف القريبة زي مثلا وقف إطلاق النار، أعتقد المجتمع الدولي لابد أن يقوم بدور أكبر لوقف إطلاق النار في يعني في أقرب فرصة. طيب الحرب التي تقوم بها إسرائيل ليست على جبهة واحدة، هناك أيضا حرب مع حزب الله، يعني هل تعتقد أن هذه الحرب ستكون يعني لها صدى إيجابي على ما يحدث في فلسطين أم العكس؟ برضو الجبهات المتعددة بالنسبة لإسرائيل شيء غير مرغوب عسكريا، يعني في العلوم العسكرية من الوضع المنطقي أن لا يوجد دولة أنها تريد أن تحارب على 3 أو 4 جبهات في نفس الوقت، لكن إسرائيل بترغب في أنها أو بتظن عسكريا أن الدعم الأمريكي سوف يستمر بلا هوادة حتى تستطيع إسرائيل أنها تنتصر على الجبهات المفتوحة في مناطق المختلفة. رد الفعل على الجانب في قطاع غزة أعتقد ده هام للغاية، لأن إسرائيل بتتعرض لاستنزاف عسكري واضح جدا، وأعتقد أن رئيس الأركان أشار من بضعة أيام أن هو موضوع المسؤولية، أعتقد كان الموضوع ده من فترة قريبة، مسؤولية اللي حصل في يوم 7 أكتوبر، وهذا معناه أن في شروخ واضحة في القيادات العسكرية والسياسية اللي موجودة في حكومة الحرب في إسرائيل. نحن ننتظر من حكومة الحرب في إسرائيل ومن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن يستجيب ولو لمرة واحدة لصوت العقل، نتمنى ذلك. بشكرك شكرا جزيلا دكتور ميلاد ممتاز المتخصص في الشؤون الدولية، شكرا جزيلا.
مشاهدينا الكرام، حوارنا الآخر بعد قليل. الجهود المصرية للشعب الفلسطيني هي جهود على مدار التاريخ، ولكنها مستمرة حتى تصل هذه القضية إلى أهدافها، الوصول إلى دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشرقية على حدود 67. بعد قليل.